وخيرا لكم في النشرة الجوية على قناة الحياة الجزائرية. نروح نشوفوا أحوال الطقس ونشوفوا بلي الحال راهو شباب على معظم الولايات الجزائرية غير من جهة سطيف والأمدية وسغانم راح تكون فيها غيوم خفيفة، أما بالنسبة لتبسة وتلمسان الغيوم راح تكون فيها كثيفة، أما البيض و الغوط راح تكون فيها رياح، اما الصحراء الحال راح يكون هايل وشباب. ندوزو نشوفو درجة الحرارة وين سجلوا ادنى مقياس بوهران ومستغانم ب 28 درجة، وكأدنى مقياس نسجلوه بأضرار وعين صالح ب 49 درجة، اما باقي الولايات نسجلوا 32 درجة بعنابة سكيكدا حتى القلا، كذلك نفس الشيء بالنسبة للعاصمة 32 درجة، 33 ببجاية وتيزي وزو، 31 بوهران بتلمسان عفوا، 44 ببشار، 46 بتندوف، و 44 بإليزي. احنا ختمنا النشرة الجوية، نخليكم مع غروب الشمس لجزائر العاصمة وضواحيها، سهرة ممتعة مع بقية برامجنا، بقى على خير.